السلام عليكم ومرحبا بكم. تلمذتنا على منصة المربي. ننطلق في الفيديو هذه نشوف كيف أنجح في عمل الهندسة، وهو مهم جدا أن كل تلميذ من تلمذتنا يعرف الكلام اللي نقولوه تويكا باش ننجح في أي تمرين هندسة إن شاء الله. به الشروط اللي لازمتك: مراجعة القواعد بصفة دورية، يعني القواعد كل ما تزيد قاعدة تتراجعها وتراجع القواعد الزوز ولا ثلاثة اللي قبلها، هذا ايش معناته بصفة دورية، كل مرة راجع باش ما يهربوش القواعد علينا. التحقق من حسن استعمال الأدوات، يعني تعرف تستعمل الكوس بالكدا، تعرف تستعمل البركار بالكدا، تعرف تستعمل المنقلة بالكدا، وإذا كان أنت عندك أي إشكالية تسأل أستاذك القسم، تسأل أستاذك على المنصة إلى آخره. السيطرة الكاملة على كل المعلومات الموجودة في نص التمرين. بطبيعة الحال احنا نعطيكم نص تمرين يبدأ يقولك شنو تعمل، انت يزمك تعرف بدقة عالية شنو مطلب منك وشنو مطلبش منك، معناتها ما تجيبش حاجة من مخك، ما تديش حاجة خارج النص. هذه شروط لازمة باش تنجح في العمل متاع الهندسة. المطلوب الآن، المطلوب الربط بين معلومات النص وقواعد الدرس، يعني كل ما نقرأ معلومة في النص نمشي نشوف شكون القاعدة اللي تناسبها لي أنا، راجعتها بصفة دورية ونعرفها وحافظها. نقوم بالرسم والبناء المطلوب بإتقان، ويستحب القيام برسم بياني على المسودة باش مقعدش نفسخ ونعاود، معناتها يعني الرسم لازم يكون معناتها بإتقان، هو مش يعاوننا باش نفهمو شنو مطلوب منك يا خو يسأل فينا. وبعد باه نمرو تويك المثال، ناخذ مثال، ناخذ نص قولي ارسم مثلث ABC قائم الزاوية في A، هو هذوما الأسئلة متاعنا. اثنين، عين نقطة أو حيث بي متصف القطعة سي أو. ثلاثة، شو يقول لنا في السؤال الثالث؟ ماذا يمثل المستقيم أبي للقطعة سي أو؟ بطبيعة الحال مش نعلو جوابنا هنا، ينجم يقول لك وعلل جوابك. أربعة، قارن بين البعدين أ سي و أ أو. الأدوات هنا مش نسحق الكوس والبركار، القواعد مش نستحقوا الخاصيات المثلث القاء، يعني لازمك تعرف معناتها مثلث قاء، مش نستحقوا المعنى المنتصف، لازمك تعرف معناتها منتصف قطعة مستقيم، لازمك تعرف تعريف الموسط العمودي أنه مستقيم يمر من منتصف القطعة وعمود عليه، هذيك حاجة ما فيهاش كلام لازمك تعرف للتمرين هذا، ولازمك تعرف الخاصية المميزة للموسط العمودي أنه مجموعة النقاط التي لها لكل منها أو لها نفس البعد عن طرفي القطعة. بعد ما عرفت هذا كل وطبقت هذا كل أكيد أنت مش تنجح في التمرين الهندسة متاعك، أي تمرين كمان هذا مش طبق عليه اللي قلناه الكل مش تلقى روحك نجحت في التمرين متاع الهندسة. شكرا، هذا شنو عندنا باش نقولو، نتلاقاو إن شاء الله مرة أخرى، إلى اللقاء.